السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه السلسلة الجديدة التي طال انتظارها نوعا ما، وهي عبارة عن مشروع متكامل إن شاء الله أو دورة كاملة باستخدام تكنولوجي أو اللغة نود جي اس والمونجو دي بي. وخليكم معنا. طبعا في البداية هناك متطلبات لهذا الكورس. أول شيء يعني هناك تنويه ان هذه الدوره ستكون ان شاء الله دوره متقدمه نوعا ما وليست يعني للمبتدئين، لذلك انصح ان الجميع يكون على معرفه بالنود جي اس وبالبرمجه بشكل عام. فانا معي في نفس القناه هذه ان شاء الله راح احط لكم اللينك لكورس اللي هو النود جي اس، تعلم نود جي اس، تقريبا عباره عن 7 أو 8 فيديوهات، وايضا معي اساسيات مونجو دي بي في 20 دقيقه فيديو ثاني. فضروري ضروري جدا انك تاخذ هذه الكورسات او اي كورس مشابه لهذه الكورسات على موقع الانترنت لكي تستفيد من الكورس، لان الكورس ما راح نروح بعض التفاصيل. على سبيل المثال لما نتكلم عن الراوتينج، كيف نعمل راوت او نستخدم الاكسبرس لايبراري، ما راح اتكلم فيها بالتفصيل، لان هو نحن نحاول نصمم مشروع متكامل. مثل ما راح نشوف ان شاء الله راح نستخدم تقنيات كثيره في المشروع، فما اريد اخذ يعني وقت كثير في شرح الاشياء الاساسيه. لذلك انصح بمعرفة النود جي اس والمونجو دي بي داتابيز. ايوه، ايضا ان شاء الله التقنيات المستخدمة عبارة عن نود جي اس هي اللغة، ان بي ام عبارة عن اللي هو السوفت وير او الباكج اللي تساعدنا في جذب المكتبات اللي راح نستخدمها ان شاء الله، وراح نشوف كيف نعملها انستليشن. الاكسبرس نستخدم الراوتينج، نعمل راوت مثلا على سبيل المثال هوم او ايفنتس. على فكرة المشروع راح يكون عبارة عن فعاليات، موقع لي إضافة فعالية، راح ناخذ الديليت، إضافة فعالية، مسح فعالية، تعديل وما شابه ذلك، وفي الأخير راح ناخذ اللي هو الريجستريشن باستخدام الباسبورت. المونجو دي بي هي الداتابيز، المونجوز هي الدرايفر اللي نتخاطب فيها مع الداتابيز. الاي جي اس عبارة عن تمبلت انجن، أيضا راح نقوم بعمل بوت ستراب وتمبلت انجن بحيث انه يكون شكل الموقع شبه بموقع متكامل. يعني البوت ستراب هو عبارة عن سي اس اس فريم ورك، وعندي أيضا فيديوهات في القناة تشرح البوتستراب إذا حبيت أو تطلع فيها في الإنترنت. الباسبورت عبارة عن مكتبة ضخمة لعملية الريجستريشن واللوجن، وفيها تقريبا مع 500 استراتيجيز، يعني كل طريقة اوثنتيكيشن أو دخول تسمى استراتيجي، وأحدى هذه الاستراتيجيز هي لوكال استراتيجي، إنك تتخزن الباسورد واليوزر نيم أو الإيميل في الداتابيز، وهذا ما راح نقوم فيه إن شاء الله. وايضا بامكانك تستخدم اللي هو جيميل والفيسبوك لوجين وما شابه ذلك. طبعا خطوات المشروع المقدمه تثبيت نود جي اس اكسبرس، هذه بشكل عام ربما يكون في تغيير بسيط على هذه الخطه، ولكن بشكل عام راح تكون بهذه الطريقه. الاي جي اس تمبلت، تثبيت الجي اس تمبلت، الانستليشن مونجو دي بي، انستليشن مونجوز، تخاطب مع الداتابيز وكرييتنج موديل، راح نقوم بعمل اللي هو السيف، حفظ اللي هو الايفنت، الفاليديشن تصحيح وتدقيق والرسائل، شو سنجل ايفنت واديت، مسح الايفنت او الفعاليه، مقدمه على الباسبورت راح نستخدم منها، عباره عن نوعا ما صعب، فراح ناخذ فيديو شرح الباسبورت وايش وكيف راح نعمل له كونفيجريشن او تثبيت او تنصيب داخل المشروع معانا، وكيف نستفيد من هذه المكتبه الضخمه. راح نقوم بالريجستريشن، تسجيل مستخدم، تثبيت الباسبورت، نعمل لوجن فورم وما شابه ذلك، اللوج اوت، ونعمل ريستريكت حق يو ار ال بحيث انه يكون الشخص لما يكون لا يستطيع ان يضيف ايفنت الا اذا هو قام بالتسجيل وما شابه ذلك من الاوثنتيكيشن اوثرايزيشن. وفي النهايه ان شاء الله راح نرفع هذا المشروع على موقع الانترنت. فانا متحمس بشكل كبير لهذا المشروع، لان في اشياء كثيره راح نتعلم مع بعض ان شاء الله، فخليكم معانا متابعين. وايضا قبل اختم هذا الفيديو راح احط موقع او الجيت هاب، فراح اعمل مشروع في الجيت هاب او ريبوزيتوري، كل ان شاء الله حلقه فيها اضافات في الكود راح توجد، راح اضيف لها برانش، وراح اوريكم ان شاء الله كيف ممكن تتعرف على الكود اللي اضاف في كل لسن، وبهذه الطريقه تقدر تروح على اي فيديو وتعرف ايش التغييرات اللي صارت في هذا الفيديو. فخليكم متابعين متابع خليكم معنا متابعين، لا تنسوا تعملوا اشتراك في الفيديو، ونلتقي في الدرس القادم.